جروب المامز مشكلة كبيرة جدا. جروب المامز اللي على الواتس مشكلة كبيرة جدا. الواحد بيبص كده على الجروبات دي بتلاقي فيه تناقضات عجيبة جدا. تلاقي وزير التربية والتعليم طلع بيان في اجازة ومش هنروح المدرسة. تلاقي الجروب بتاع المامز عامل ازاي؟ عيالنا مش هيروحوا المدرسة، هيتعلموا ازاي؟ عايزين مدارس. بعد شوية وزير التربية والتعليم يطلع بقرار هنرجع المدارس ونرجع. حرام عليك يا اخي، هترجع المدارس، عيالنا هتموت، الكورونا حسوا بينا. فتلاقي الجروب ده فيه حاجات غريبة جدا. طب ترجع ولا ما ترجعش؟ يذاكروا ولا ما يذاكروش؟ كل الموضوع ده كله يخلص في كلمتين. ممكن تتعايش مع الوضع بدون توتر؟ ممكن كل ام تتعايش مع الوضع ده بدون توتر؟ ساعات الاقي امهات مسكت العيال يلا تحط الكتب وتحط الملازم ويلا اقعدوا ذاكروا، وتلاقي العيال خافت وترعبت. هنعمل ايه؟ معرفش هنعمل ايه، بس نعمل اللي احنا هنعمله خلاص. وتلاقي نفسك انت مش عارف تنجز، انت مش عارفه تنجزي مع بنتك او ابنك، والولد مش عارف ينجز المذاكره، وفجاه الدنيا كلها تتهد فوقك. ممكن ما تتوتريش، انا عارف ان الوضع صعب، عارف ان احنا عمالين نروح ونيجي، نذاكر ما نذاكرش، هنمتحن ما نمتحنش، هننزل الاولاد في الكورونا ولا مش هننزل، انا خايفه على اولادي بالكمامات والكحول. كل ده انا اب وحاسس بيك وحاسس بيكي، بس انا مش عايزك تتوتر، عايزك تقدم لاولادك وتقدمي لابنك او تقدمي لبنتك مش توتر. تقولوا احنا هننجح، هنقدر، هنكمل، ما تخافش انا معاك. بلاش الولاد يشوفوا الامهات مرتبكين. النهارده بنتي تحس ايه ده، شفتي طنط قالت ايه، شفت فلان عملت ايه، طب انا اعمل ايه، والولاد يقولوا لبعض يعملوا ايه. على فكره الولاد ما عندهم جروب على الواتس بيتوتروا زيكم بالظبط، بياخدوا كل التوتر ده ويحطوه في كلامهم. ارجوكوا ما تقدموش للولاد توتر. الخلاصه مش اقول لك بقى ما تخافش، انا اب وخايف، انا اب وقلقان، انا اب ومش عارف هنمتحن ازاي ولا هنعمل ايه. زي القرار الاخير ان كل الامتحانات تبقى في امتحان واحد، يعني اللي هو هتحل العربي بالانجليزي هتكتب فيه العلوم عشان تحاسب، عارف حاجه كده مش عارف هتعمل فيها ايه. لكن هقول لبنتي ما تخافيش، احنا هنقدر، ربنا معانا، وهنكمل ومهما حصل هنكمل، ما تقلقيش من الدرجات وهنعدي، المهم تبقي كويسه، هتلاقي في نجاح. كل ما هتوتروا ولادكم ممكن تلاقوا عدم نجاح. النجاح الحقيقي ان احنا نعيش في سلام، ما نوترش ولادنا، ونحط ربنا في كل موقف احنا محطوطين فيه. ما تخافوش، وقللوا الكلام شويه على الجروب ده.